لقد دعت بلادي إلى هذه الجلسة الطارئة على ضوء التصعيد الخطير في لبنان في 17 و18 من أيلول سبتمبر. هذه الأحداث المأساوية قد أدت إلى عشرات الوفيات والإصابات على إثر التفجير عن بعد لأجهزة الاتصالات الصغيرة عبر مختلف المناطق اللبنانية. والمرتكب هنا معروف تماما. نحن ندين بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإسرائيلية. هذه الأفعال تمثل انتهاكا فاضحا لسيادة لبنان ولميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي وللقرارين 1701 و2749. تعرب الجزائر عن كامل تضامنها مع لبنان في هذه الأوقات الصعبة، ونتقدم بأحر عبارات التعزية من حكومة لبنان ومن شعبه الصامد، ونهنئ كذلك السلطات اللبنانية على استجابتها المسؤولة وتعاملها المسؤول مع هذه الأزمة الخطيرة تجنبا لمزيد من التصعيد. السيد الرئيس، أعمال العدوان هذه ترقى إلى جرائم الحرب. إن الطبيعة المتعمدة والعشوائية لهذه الضربات الإسرائيلية قد تسببت بالذعر في صفوف المدنيين مع استهداف مناطق مأهولة بكثافة. هذه السابقة الخطيرة تحول أجهزة مدنية إلى قذائف، مهددة أمن وسلامة الجميع، وهي تمثل خطرا كبيرا. هذه السابقة تفتح صندوقا خطيرا. فما الذي سيحصل لو أن هذه التكتيكات غير المألوفة قد تكررت على يد مجموعات إرهابية؟ في الوقت الذي تدعو فيه الأسرة الدولية إلى الحد من التصعيد، تدفع إسرائيل بالمنطقة نحو الحرب وتوسع أعمالها العدوانية عبر الخط الأزرق وصولا إلى عمق وكامل الأراضي اللبنانية. المسؤولون الإسرائيليون قد هددوا صراحة بشن حرب شاملة على لبنان، وهذه الاعتداءات قد اتلتها بيانات رسمية. تتغنى بالنتائج الإيجابية التي حققتها، والضربات على بيروت صباح اليوم دليل إضافي بأن سلطة الاحتلال الإسرائيلية غير معنية بتاتا بالسلام. ونحن نتساءل إن كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تسعى فعلا إلى السلام مع جيرانها، وهل هي بفعل ملتزمة بتنفيذ القرار 2735؟ وهل إنها ملتزمة حقا بوقف للنار في غزة؟ السيد الرئيس، مجلس الأمن يتحمل